الحمد لله على فضله، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله. هذا برنامجكم المبارك الفرائد المكية. فيما مضى من لقاء تحدثنا عن بناء الكعبة من قبل نبي الله الكريمين خليل الله إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام، وانتهينا قبيل ذلك إلى أن إسماعيل تزوج من جرهم. تبقى مسألة ولاية البيت، الآن أصبح البلد آمنا، هناك كعبة مقامة معظمة مبجلة بناها نبي الله وابنه، وهناك ماء زمزم، وهناك خير وفير، وهناك دور، وهناك أرض مقصودة، وهناك أذان للناس بالحج، وأذن بالناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. لا بد من ولاية، فكانت ولاية البيت مسندة إلى نابت ابن إسماعيل. نابت هذا من أخواله؟ جرهم، لأن أباه إسماعيل تزوج من جرهم، مات نابت، لم تعد الولاية في بني إسماعيل، انتقلت إلى جرهم، فصار من جرهم بغي عبر مئات السنين، ولم يعرفوا لبيت الله جل وعلا قدرا. وكانت هناك ملوك وقبائل مجاورة لهم، حصل بينهم من الاحتراب ما حصل، حتى إن جرهما ردمت زمزم الذي كان سببا في قدومهم إلى مكة، فإن جرهم لو لم ترى الطيرة حواما على الماء لما أتت، فردموا زمزم حتى ذهبت معالمه ولم يعد يعرف زمزم. والله عز وجل له سنن، يعطي فردا، جماعة، أمة، قوما بعض نعمه، فإن أحسنوا صنيعها بارك لهم وأبقاها عليه فيهم، فإن لم يحسنوا الصنيع معهم ولم يعرفوا شكرها ولم يعرفوا قدرها سلبها إياهم. سنن لا تتبدل ولا تتغير. سلط الله خزاعة على جرهم، اقتتلوا فآل الأمر إلى خزاعة، لكن خزاعة لم يفقهوا سنة الله جل وعلا في خلقه يوم أن سلب ولاية البيت من؟ من جرهم. فما كانت عليه جرهم بقيت عليه خزاعة، إلا أنه كان فيهم رجل يقال له عمرو بن لحي. الناس في الغالب على دين ملوكهم. عمرو بن لحي الخزاعي هذا ذهب إلى الشام فرآهم يعبدون الأصنام، فحمل الأصنام من الشام إلى أين؟ إلى مكة، إلى بيت الله العتيق، وجعلها بالقرب من مقام التوحيد الأول. والله عز وجل يقول: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، فجعل الله عز وجل بيته مثابة للناس وأمنا، وجعل توحيده حرزا للناس وحصنا. لكن عمرو بن لحي الخزاعي أتى بالأصنام، ثم بدأ يشرع شرائع ما أنزل الله بها من سلطان، فأتى بالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام. والله عز وجل يقول: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. سيب السوائب. ما معنى سيب السوائب؟ تأتي الناقة يملكها صاحبها، يقول له عمرو بن لحي: هذه الناقة ضرها لبنها للأصنام ليست لك، فلا يستطيع صاحبها أن يطعم فيها، تترك هكذا، لا تكون إلا للطواغيت، إلا للأصنام. فيقول صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، لأنه أول من سيب السوائب. الإنسان إما أن يكون إماما في الخير أو أن يكون إماما في الشر، أو أن يكون تابعا في الخير أو أن يكون تابعا في الشر. ولفظ إمام في لغة العرب لا يحمل مدحا مجردا، فإن الله عز وجل وصف فرعون وآله بأنهم أئمة، لكنهم أئمة في الشر، أئمة يدعون إلى النار. وقال عن عباده الصالحين: واجعلنا للمتقين إماما. ثم بعد ذلك يأتي الأتباع، لكن الفرق أن التابعين لمن كانوا على الخير يجتمعون معهم في جنات النعيم، وأما من كان تابعا لأهل الشر فإنهم يجتمعون في النار، لكن يلعن بعضهم بعضا ويتبرأ بعضهم من بعض. الله يقول: إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. ويقول:
ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلة، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. المقصود أن عمرو بن لحي الخزاعي كان رأسا في الشر، فكان بسببه طاف بالبيت من الأصنام ما لا يعقل، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يوم دخل مكة عام الفتح كان فيها أكثر من 360 صنما، وهذا توارث تراكم مع الأزمان مع الدهور من عهد عمرو بن لحي الخزاعي الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر أمعاءه في النار. تأتي الآن الفوائد حول ذلك كله. الفائدة الأولى كما بينا في أول اللقاء أن الإنسان إذا لم يرعى النعمة التي آتاه الله عز وجل إياها فإن الله يسلبها منه. يقول واحد شعرائهم من جرهم: كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر، بلى كنا أهلها فأبادنا جدود الليالي والحظوظ العواثر. أي أن الدنيا وحظنا العاثر وتقصيرنا في الأمر سلبنا تلك النعمة يوم أن كنا نعمر البيت الحرام، ثم سلبت منا تلك النعمة. ولم يفقه عمرو بن لحي هذا فجاء بما هو أشد، فجرهم ردمت زمزم، وهذا أتى بالأصنام وسيب السوائب وجعلها حول بيت الله العتيق. الأمر الثاني أن الناس ينبغي عليهم أن يعلموا أنه ليس كل أحد يتبع فيما يقول. نعم كان عمرو بن لحي الخزاعي له الولاية على البيت، ينتسب إلى قبيلة عربية شامخة، لكن ذلك لا يعني أنه مصيب في كل ما يقول، وأنه يتبع في كل ما يحدث به، وأنه يؤخذ عنه كل ما أتى به. فالإنسان ينبغي عليه أن يعلم أين الحق فيتبعه، ويعلم أين الباطل فيجتنبه. وإن قدر أن عالما له مكانته له وضعه في الأمة أخطأ أو وقعت منه زلة فيعرف له قدره، يعرف له مكانته، لكن لا يتبع على زلته ولا يتبع على خطئه. ثم إن تراكم العهد ومضي السنين ليس دليلا على صواب ما قد مضى، وليس سبيلا إلى الاحتجاج به على ما قد كان، فإن الباطل لا يزيد تقادم العهد إلا بطلانا، والحق يعرف بما جعل الله جل وعلا عليه من أمارات وعلامات. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. فمن كان من القرشيين يلوم النبي صلى الله عليه وسلم على ما بعثه الله جل وعلا به يحتج بأن هذا دين الآباء والأجداد، حتى قال قائلهم لأبي طالب: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ كيف تترك ملة أبيك؟ لكن لا يلزم من ذلك أن يكون الأمر على صواب، ولذلك يعاني كل من يحمل لواء التجديد ما الله جل وعلا به عليم من أولئك الأتباع الذين يمضون على غير هدى. ثم يؤتى كذلك من الفوائد في الأمر أن الإنسان ينبغي أن يعلم أن تشريع شيء لم يأذن الله جل وعلا به على أنه شرع أنه نوع من مصادمة الله جل وعلا فيما هو حق لله تبارك وتعالى. ربنا يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما اعترض عليه عدي بن حاتم في فهمه للأحبار والرهبان وأنهم لا يعبدونهم، أخبره النبي صلى الله عليه وسلم كيف أن أولئك الأحبار والرهبان يحلون ما حرم الله فتحلونه، ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فتلك عبادتهم. يبقى معضلة الله أعلم بفكها أو في كيف تدرس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن عمرو بن لحي رؤية في النار، فهل يعد عمرو بن لحي من أهل الفترة أو لا يعد؟ والصواب عندي أن عمرو بن لحي لا يعد من أهل الفترة، لأنه قريب العهد جدا بإسماعيل، قريب العهد جدا بإسماعيل، ولا يعد من أهل الفترة، لأننا لو عددناه من أهل الفترة لاستعصى علينا أن نقبل خبرا يقول بأنه يعذب في النار. هذا أمر يعني يحتاط به في منهجية الحكم على الأشياء ونقد ما يمكن أن يصلنا من أخبار، والنقد لا يكون إلى متن الخبر، لكن لابد أن يفرق ما بين صحة السند وأن المتن يوافق ما
ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من ربه ما يوافق القرآن ويوافق الخبر الصادق الثابت المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا إن السنن أن الإنسان إذا لم يحسن النعمة سلبه الله إياها، لذلك سلبت نعمة ولاية البيت من خزاعة وانتقلت إلى قصي ابن كلاب أحد الأجداد في عمود نسب النبي صلى الله عليه وسلم. مما مضى يتضح لك أيها المبارك أن العرب البائدة ليس لهم ذكر، ولذلك تعجب من قول بعض العلماء أن نجرهم قبيلة بائدة، والأصل أن العرب البائدة في ظني إنما تنحصر في عاد وثمود، وهم من صرح القرآن بأنهم لم يبقى لهم أثر، فهل ترى لهم من باقية؟ أما جرهم فقد كان منهم الأفعى الجرهمي، والأفعى الجرهمي هو الذي احتكم إليه أولئك العرب الأفذاذ الأربعة عندما اختصموا في ميراث أبيهم، والعرب كانت تجنح إليه وتأتي إليه تسأله وترشده، فلما جاء الأعرابي يتحدث عن ذلك البعير الذي ضل فقام الأربعة فكل واحد منهم وصف البعير فتعجب من وصفهم، ثم تعجب كيف أن مثلهم يسأل مثله. لكن موضوع الشاهد ليست قضية الأفعى الجرهمي مع أبناء نزار، لكن لما بينا أن الأفعى الجرهمي كان حيا عرفنا أن قول من يقول من المؤرخين أن جرهم من العرب البائدة ليس بصحيح. أما خزاعة فهم ما زالوا باقين إلى اليوم، وهم منتشرون في جزيرة العرب وفي خارجها، وقد عرف التاريخ منهم كثيرا، حتى كان منهم بعد ذلك عيبة النبي صلى الله عليه وسلم قبيل عام الفتح، فقد انضمت خزاعة بعد صلح الحديبية إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام لذلك الخزاعي الذي جاء إليه في المدينة: نصرت يا عمرو بن سالم، لما رأى السحابة تستظل، وقال إن هذه السحابة تستهل بنصر عمرو بن سالم، وكان عمرو بن سالم خزاعي، وكان مؤمنهم وكافرهم عيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم بعد ذلك في التاريخ العربي دعبل الخزاعي، ذلك الشاعر الذي ناصر آل البيت: ألم تر أني منذ 30 حجة أروح وأغدو، دائم الحسرات أرى فيئهم في غيرهم متقسما، وأيديهم ومن فيئهم صفرات، بنات زياد في القصور مصونة، وهال رسول الله في الفلوات، ويقصدة شهيرة. ومنهم كذلك ذلك الخزاعي الذي قتل الأمين نصرة للمأمون، فلما أغرض المأمون على دعبل بيّن له دعبل أن قومي هم الذين نصروك على أخيك وجعلوا لك ذلك المكان وأمارة المؤمنين ودار الخلافة. الحديث هنا عن خزاعة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل أحد أصلا أن خزاعة من العرب البائدة، وهذا أصلا يعني لا يجرؤ أحد على أن يقوله لأن الواقع يشهد على ضده، لكن جرهم قال بعض العلماء إنها من العرب البائدة، وقد قلت إن هذا غير صحيح. هذه جرهم وهذه خزاعة وهذا عمرو بن لحي الخزاعي في لقاء اليوم الذي كان عنوانه جرهم وخزاعة بوصف بولايتهم على بيت الله العتيق، وقد بينا أن الأمر بعد ذلك انتقل إلى قصي بن كلاب أحد الأجداد في عمود نسب نبينا صلى الله عليه وسلم. ويظهر بجلاء أن اللقاء القادم إن شاء الله سنتحدث فيه عن قصي هذا الذي عادت إليه بسببه عادت ولاية البيت إلى أبناء إسماعيل على إسماعيل وإبراهيم السلام. والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.